يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه. نبدا مع حضراتكم يوم جديد. تحياتي طبعا في البدايه لحضراتكم لكل المشاهدين وكل جماهير النادي الاهلي اللي بتابع حلقه النهارده من السادسه. الكل في الانتظار، ده العنوان الاساسي طبعا للمرحله اللي جايه. خلاص الاهلي رجع يتمرن ويستعد طبعا لاستكمال مشواره اللي بداه بدايه يمكن تكون مش مرضيه لطموحات جماهير النادي الاهلي في كل مكان، لكن ان شاء الله باذن الله هي مش بس استعاده كمان لمشوارنا في دوري ابطال افريقيا. 10 ايام يمكن يكونوا مهمين جدا، مهمين لانه عنوان البدايه كانت بتقول انه في حاجه غلط، وبالتالي الجمهور في انتظار انه نصلح ونعدل من المسار. دي نقطه مهمه جدا واولويه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي قبل ما نتكلم حتى عن النتيجه اللي بالتاكيد كمان احنا في انتظار حسم الاهلي تاهله لدور المجموعات، وده الدور الاهم والدور الاصعب. كمان الاهلي فيه او جمهور النادي الاهلي فيه انتظار بدايه مشوار الدوري اللي احنا يمكن على بعد ايام بسيطه منها، واللي البدايه فيها هتكون في منتهى القوه امام فريق محترم ليه تاريخ كبير جدا وخصوصا تاريخ مواجهاته قدام النادي الاهلي هو الاسماعيلي، وفي انتظار كمان ظهور سكواد الاهلي في شكلها الجديد، الصفقات اللي النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي مستنيها تظهر ان شاء الله باذن الله. هنتابع مع حضراتكم، وان كنت الحقيقه قبل ما ادخل في التفاصيل وقبل ما اتكلم على ماتشات شامبيونز ليج النهارده وقبل ما اتابع مع حضراتكم تمرينه الفريق واخبار الفريق، عايز اقول ان انا امبارح حسيت بفخر كبير جدا ان انا بنتمي للمنظومه دي، منظومه محترمه، منظومه محترفه، منظومه بتشتغل وهي دايما باصه لقدام. حقيقه يمكن اللي انتوا شفتوه امبارح في كشف الحساب اللي قدمه كابتن محمود الخطيب بيقول انه اللي حصل ده المجهود اللي اتبذل في 4 سنين فاتت، وعلى الرغم من خطوات عملاقه عملها وانجزها ابناء النادي الاهلي لتولي المسؤوليه في مرحله مهمه جدا، هي بس ما هي الا مجرد مقدمات اللي جاي، واللي جاي حاجه عظيمه جدا هتضيف لكيان النادي الاهلي الكتير. حقيقه اعتقد انه على مستوى التخطيط، على مستوى الرؤيه، على مستوى التخصص، شفنا على مستوى الانشاءات، شفنا الحقيقه خطوات عملاقه اطاحها النادي الاهلي تحتاج سنين طويله جدا حقيقه، وكان حجم الانجاز مش بس في الفتره اللي تم فيها فتره ال4 سنوات، لكن كمان كان في القدره على التعامل وتخطي ظروف صعبه جدا اثرت على العالم كله. وزي ما قلت هنا امبارح في التغطيه الخاصه اللي حضراتكم تابعتوها على شاشه النادي الاهلي، ظروف عانت منها دول، فما بالك بأندية، ورغم انه حتى معظم أندية العالم عانت ودفعت فاتورة الظروف الصعبة دي، لكن الأهلي ما تعطلش وما وقفش وقدر يتعامل معاها بمنتهى الاحترافية الحقيقة، وقدر انه يحقق كل أهدافه. كل التوفيق ان شاء الله في اللي جاي، ونتمنى دايما الأهلي يبقى في المقدمة.